اليوم جينا فيديو جديد. اش من جديد تاريخ ثلاجات ثلاجات اليوم يوم الثلاجات صاحبي فراسك صاحبي شو الثلاجات ترشحت صاحبي الانتخابات مرشح صاحبي بيل صبر صبر هادشي ماشي ديال المرشح وداك الشيء بلاتي صاحبي خلينا نكمل بعدا شوف واحد جوج انا ما راسك واش تيصاوب مرشح صاحبي المهم دابا حنا الشعار ديالكم شنو مرشح ديالي يا صاحبي ميتيش قلت لك صاحبي الثلاجات الثلاجات ما تسمعنيش بلاتي واخا كاين عندكم الفيروس نتوما راه ماشي مشكل حيد لكم ما عندكمش الفيروس لا كاين الفيروس غير ما عندكمش الفيروس صافي قلتي ما عندكش الفيروس ما عندكمش الفيروس كنخاف كنخاف انا محطانا ولا ما ماشي مشكل علق صافي ما علقتي يعني ماشي مشكل علق انت مزيان انت خاصك تخدم معايا في الثلاجات المهم الموضوع ديالنا ديال الانتخابات هاد النهار اللي بغيت نهضر عليه هما الثلاجات الله يجازيك بخير الثلاجات الثلاجات مع دابا كنت في الحومه ديالي كنهضر شوف الدراري الثلاج الوالدين مع الثلاج ندخل تيك توك الثلاج فيسبوك الثلاج انستغرام الثلاجات اما كاين الثلاجات الثلاجات تبارك نولي مرشح ديال الثلاجات واللي صوت عليك اش غادير ليه باه سهل سهل مالا صاحبي كتعرف دير كروا تعرف دير كروا ايه كتدخل اها كتشد هذيك هذيك الوريقه هكا هي الوريقه هي راه عارف كاع الناس عارفين هذيك الوريقه تراكسوت داكشي طيور هذا الثلاجه كدير الثلاجه مفتوحه فيها جوج بيبان اي كدير فيها كروا كروا زعما ماشي دير كروا واللي دار الثلاجه دار عليها كروا راه عندنا المشاريع بزاف دابا واش فهمتيني اييه المشروع الاول هو انني قررت ان شاء الله بحول الله عز وجل وانتم خصكم تعاونوني ان شاء الله انني غادي ندير واحد المشروع مشروع زوين كيدير هذا المشروع هذا الثلاجات المشروع ديال الثلاجات هي فين المشروع ديال الثلاجات ودابا الناس نوضي ها هي راه هي العروض الثلاجه زوينه الثلاجه اييه وحتى سميتو المواقع التواصل هي بغا ينقصو شويه ندير الثلاجة جديد كل واحد دابا اللي خصو يجي الثلاجة اش نديرو له؟ تجيبها لي تنظر ولا كيفاش؟ اه كورونا الثلاجات ما خلينا الثلاجات هادو الثلاجات كاينة عادية كاينة مويان كاينة ثلاجة إلا بغيتي كبيرة إلا قدرتي تعمر الثلاجة نجيب لك الثلاجة على حسب انت داكشي علاش قاد اه كنطالب الناس الناس كاملين كاع اللي كيشوفوني الله يرحم الوالدين ترشحوا عليا اشوف الثلاجه اختكم الثلاجه المهم غادي نوريكم الثلاجه اللي عجبكم اكزومبل المهم نتوما الا عجبتكم شي ثلاجه هي هذيك اجيو عندي الانستغرام والله حتى نتهلا فيكم والله باش ندون الانستغرام لا انستغرام ديال ايوب تعطيهم الثلاجات دوموندي ولكن ترشحوا ليا باش كل واحد رئيس الحكومه مزيان ان شاء الله حيت انا ان شاء الله الا مشيتي نجحت ان شاء الله الثلاجه والله ما تخطا شي واحد تفضل ولا عند وليداتي واش غدير ليه؟ تفضل تا هو الثلاجه المهم حنا هذاك الشيء لا ما تليها المرا جيب ليها الثلاجه بلاص المرا اش كتقول؟ وانت مازال ما فاهمش الموضوع اصاحبي اه واش بغيتي تدبز الناس مع الناس؟ وراه هذيك الثلاجه اللي تاني على بالي انا راه هذيك الثلاجه ديال التيك توك وداك الشيء روتيني اليومي تيقول لك الثلاجات انا شفت الثلاجات هذا هما باش ما يضر البال ما فهمتش راه الثلاجات على فين كتهضر انت الثلاجات انا كنهضرك على الثلاجه اه الثلاجه اللي تتبرد عرفت واش من الثلاجه ما فهمتش الثلاجه اللي سيبر معايا انا نعطيك اكزومبل ديال الثلاجه اكزومبل ديال الثلاجه هي بحال هاد الثلاجه شفتيها اييه هذه ثلاجه كبيره ولا صغيره هذه دابا مويان اييه وهذه اللي كتشوف دابا وسطا عاوتاني مويه حتى هي ولا بغيتي الكبيرة الكبيرة؟ اه تبرع مع راسك اصاحبي ولكن انا الثلاجة اللي على بالي راه ها الثلاجة هادي لا لا هادو ما عنديش معاهم انا هادو في طرش في طرش انا اقسم بالله يمانيتي هكا انا راه مرشح الحمد لله حافظ كل شيء الصواريا مزيان الله يرحم الوالدين كل شيء انضباط انضباط سلوك او صافي تخرجنا في الطريق اصاحبي انا كنحاربوا الفساد انت بدينا الفساد بسنات وتصرتي انت وراه الثلاجات هما اللي دايرين البوز فاسميتو جا كرافطه مسلفه عند صاحبي باش نجي ندوز معاك اصاحبي اسميتو الروبورتاج ديالك انت الروبورتاج ديالك اصاحبي واش هاد الخميجه ديال داكشي تيبان ليها ديال البار
لا مسلفة اسكت انا بابا هذا ساهل جمت مع خويا صاحبي وتصرفتي يا صاحبي ولا تتصرف هاد الايام ما غادي نجمع معاك انت غادي نصيفطك فين تربى تتهضر مع المرشح تقلب لك الاداء دري كان لابسه ما سلف عليك حتى هي هذا مريض هذا غادي نصيفطو هذا لا غادي نصيفطو لا لا غادي نصيفطك انت انت انا جبتك باش نعطيك مشروع ديال الثلاجات انت بتتسرع لي لا لا غادي غادي نصيفطك دابا خصك تجاوبنا على السؤال دابا اش بغيت كاسكيطه ولا مسلفها ولا ديالي لا ديالي صافي هو الاخا ديالي مسلفها فهمتيني هي مسلفها ماشي شغل صافي واخا شي حوايج واخا رجعنا للموضوع ديال الثلاجات ودابا المهم عطينا لكم اكزومبل ديال الثلاجات انت مشيت ديالي مالك بعيد بتحرض رجعنا الفساد حنا اللي كنحاربوا الفساد في المغرب انت بغيت ترجعنا الفساد صافي غادي نوصلوا للمشروع ديال الثلاجات زيد والديور الديور اللي غتبني اش غدير فيهم الثلاجات اه ان شاء الله غادي ندير حتى هذه دي فكره زوينه عجبتني غادي نديرها ان شاء الله دير شي عقار يكون مزيان ان شاء الله غادي ندير انا شي شيء ان شاء الله ما تخافوش والله ما تخافوا غير جو عندي الانستغرام والله ما تخافوا ان شاء الله ادلينا حتى جو عند اي واخا ما مزيانش معايا معليش يرجيو معايا عنده جيو عنده حيت هو راه اليد اليسرى ماشي اليمنى زعما اليسرى حيت اليسرى دابا ولات فيها تنفيق بزاف اليمنى بارك نبدلو شويه ديال فرطا شويه اليسرى صح ماشي مشكل معليش اخويا اليسرى ماشي مشكل عادي المهم نخدم معاك الغلط ديال الثلاجات دابا جبت لكم واحد الفيديو واحد الفيديو ديال الامهات مع دابا جيت اللهم جبت لكم واحد الفيديو ديال الامهات ديك المسلسلات اللي حافظين التركيه ديك الامهات كيسمحوا في العشاء ولا المغرب ما يصليوهاش باش يتفرجوا شفتهم ماشي يضحكوا شويه ديال الامهات اييه الثلاجات الثلاجات اسيدي الثلاجات راه تلقاكوا شي على الثلاجات الثلاجات هما راه الا خطاوكم الثلاجات خطاكم كلشي ضربكم الدر بغيت نوريكم الثلاجات الامهات خاص هي الامهات ما علاش حنا الام انت تقول لي زعما بغينا نتفرجوا المسلسلات التركيه تيعجبونا حتى انا دابا كنجيب لهم بعدا الشنوري ها هو يلا تفرجوا معايا الفيديو غنتفرجوا دابا الفيديو كنتيني بريحه العرق ديال البيطان هادشي اللي تعطي الامهات وختيني بريحه بقاع الفريق تيري شريتها كايوب هي جيت راه الريحه دوختني وصاحبي دوخ من النهار جيت عندك وانت مدوخني رش شويه رش رش صافي الريحه هذيك زينه ترى الريحه تاع بيدي ماشي ديال البال هذه هذه دور يجي تاع عند صاحبي مسلف عليك ماشي شويه والدراري وما تديوش عليا راه مره مرات راه ديالي ديالي هادي صاحبي واش كتشوف اييه قول لي شوف الثلاجات الثلاجات ديالي غنبرك معاك اصاحبي وترجو معانا شويه سير اخويا صافي سير سير شو صافي المهم هذاك شفتو فيديو تيضحك واعرنا بالامهات شوف سبيسيال دابا جبت لكم واحده كتشطح كتشطح كيما الثلاجات اللي قلت لا هادي هادي ماشي الثلاجه هادي فريغو 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 هذا فريغو هاد الثلاجات اللي موجودين انا نشوف داك الفريغو واش طاري فيه مشيتي المهم هيا غادي نشوفوا دابا هذيك اللي قلت لكم اي هي هذيك الفريغو غادي نشوف كيفاش تيك توك هذا كتقول لي ما عندكش مع الثلاجات وبغيتي تصلح المنظوميه وبغيتي تصلحها خصك تصلح لي الفريغو راه هادي راه ديال المنتخب تشجع المنتخب انت كتشجع المنتخب كاع دوك المباريات فاش خسر المنتخب ما كاينش تشجعوا هادي ها كيربح المنتخب عرفتي كيلعب في الملعب هادي واش فهمت زيد كمل كمل نشوفو ولكن ما شتيش واحد اللقطه انا بغيت تشوفي واحد اللقطه تما علاش زعما ديك هكا واش قاس على الوجه كندير هاد اللقطه ونبغي نمشي للطواليت ولكن هاديك بعدا كنتي كتقول لي ما عندكش مع الثلاجات ديال تيك توك وباغي دير لهم دوك الثلاجات ديالك انت انا كنت الثلاجات زعما راه بغيت ندير انا مشروع ديال الثلاجات انت بالك مشى للثلاجات الاخرين انا ما باليش هو هذاك هاد الفريغوات هاد واش غدير معاهم الفريغو ما غدير شي مشروع عاوتاني ديال الفريغوات بحال هادي اللي شاط على شي واحد شي جديد الاخوان ديالي اللي جاو عندي الانستغرام اللي شاط على شي جديد صيفطوا لايوب عنده الانستغرام ولا صيفطوا عندي اه كون سي راه ما عندكوش بعد الثلاجه الفريغو يطرا هادي شي حاجه
جايين الفريغو حتى هو يقول لي الفريغو حتى ما نديش المشروع ديالهم. لا والو قعدت ثلاثه صباحات هذا. لا والو ما قلتش ما قلتش عليهم. مجاهدين عليا شويه مجاهدين واخا نتسناو النتيجه ديال الانتخابات ونشوفوا واش غادي يدخلوا عندي دخلوا عندي وترشحوا عليا يا اخواني الا بغيتوا المغرب ديال القدام حيتكم الفساد نجي نقولوا على نسيفطوا الثلاجته. سي مرشد كيفاش جات القضيه ديال انه الشعار ديالكم يكون الثلاجات؟ واه سؤال زوين بزاف. سؤال زوين اخويا. كيفاش طحت على الفكره؟ كما كنشوفوا هذا الوضع ما كيفرحش. اللحم كيخسر. اللحم تيخسر. الا ممكن تشرح لينا كيفاش اللحم تيخسر؟ هو دابا مشكل. دابا مشكل. دابا انت مشيتي عند شي مشيتي عند شي ناس ضيف حطوا لك اللحم بكري ولا غنمي ولا شي حاجه بحال شي لحم غادي نحلو كاع حطوا لك بالضرب فيه لقيتيه قاصح اش غادي دير؟ تقول صافي ما كناكلوش. واخا كتاكلو ما غاديش ما تاكلوش. اي غاتاكلو تسرط وتزيد في حالاتك. ما تاكلوش. فرع سنيك نتايا. انا ما نفرعش السنيه. اللحم خاسر ما ناكلوش. سير انت فهمتي. دونك غادي نعطيهم الثلاجه باش يديروا اللحم ديالو باش ما يخسرش يبقى طري. يبقى طري. كل واحد يحضر اللحم ديالو الله يجازيه بخير في الثلاجات. في الثلاجات بالنسبه للثلاجه اللي عندو شي لحم يديرو في الثلاجه الله يجازيكم بخير. سي مرشير دوك الثلاجات الصغار الثلاجات ديالي ديال التيك توك الثلاجات الصغار اللي 13 عام 16 عام ولا 14 عام كيبقى فيا الحال كيبقى فيا الحال كنشوف دوك الثلاجات في التيك توك هذوك الثلاجات ديالك انت ماشي كامل. اي الثلاجات ديالي الثلاجات ديالي انا راه ما كيهضروا ما كيديروا والو غير كندير فيهم اللحم. اما ثلاجته هو راه كتخرج على رجليها. اي زيد كدير في التيك توك. اش من نصيحه تقدر تعطي لهاد الثلاجات الصغار؟ والله يهديهم واخا كنهضر معاهم حتى الصباح غادي نحفل الحجره ومعاهم كما كيقولوا نهضر مع با وامو. واه اي قدم لهم عطيهم شي رساله. واه الامهات والاباء نعطيكم واحد النصيحه النهار باش تستافدوا منها شويه. المهم واحد السؤال كنعطيهم بزاف الاباء نقول له ودي علاش بنتك كتخليها زعما كتلبس سروال ولا اي تلبس سروال مزيان وكتبين ثلاجتها وما دايرهاش الفولار ولا شي حاجه ولا داك حريه شخصيه يعني حره في راسها حريه شخصيه ديال داكشي اللي بغات داكشي اللي بغات تخرج فوق ما بغات دير اللي بغات تلبس اللي بغات. ولكن اللي كنقول لها اللي كنقول له تخرج من المدرسه اللي خرجت من المدرسه مثلا تخليها يقول لك لا. اي والله طبيعي انه هو غيخليها ما تخرجش من المدرسه لان الثلاجه ديك ثلاجته الصغيره ما فهمتش انا والله ما فهمت لهم المدرسه ما تخرجش ولكن الصلاه ولا مثلا تستر راسها هذا ما فهمت لهم باش انا يقول لك لا معليش داك اللي بغات دير في حياتها ديرو الحريه ديالها تبقى داك الشيء حريه الشخص ديالو بلا حريه الشخصيه كل واحد يبقى ديالو كل واحد يدير الشيء اللي بغا انا راه سي با لوجيك كوا هي كل شيء يهبط اللي بلاد ما يخرج من المدرسه خليه يخرج نقول لكم لا راه باش قرات معنا يعني بقطع الحياه موت الله يرحم الوالدين اللي عنده شي فتاه ولا شي ولد حتى هو طايش شويه ربي هو ربي هو ما صاحبي ماشي زعما كان وانما بنادم توكل شويه ماشي معليش مع الكبده حنينه عارف انما بنادم زير شويه طاندي شويه طاندي زيرو شويه مش ما نخسروش نخسروا حنا بالفساد حنا في الهوده حنا في الهوده نزيدوا الهوده صاحبي نرجعوا معنا شويه حنا بغينا نديرو دابا نمشي ندي شي وحده دابا مستقرة كاع دير صرصو وهنا كتكون سالات الحلقة ديالنا معاك سي مرشي كنشكروك على الحضور ديالك معنا. قبل ما نقول بعد ما نعاود لكم القصة ديال الحلقة ديالك سالات وقتك صافي سالينا اش باقي باغي؟ لا حلقتك سالات كنشكروك. بارطاجيو الفيديو ديروا لايك الله يرحم الوالدين سالينا الفيديو الله يرحم الوالدين شوف ديروا لي خاطر الله يرحم الوالدين. ساعتك سالات السمور الشيخ ممكن لك تفضل تمشي في حالاتك تهلا فراسكم.